ما شاء الله رقص امك بجنن، شفتوا على اللايف. ايه يا جماعه، ماما اصلا هي دربت رقص. ما شاء الله ما شاء الله، لا لا رقص امك بتجنن، لا بجنن بجنن، وعندها حركات كثير حلوه بالراس، عندها حركات حلوه كمان. ما شاء الله ما شاء الله، امك كثير شاطره بالرقص على اللايف. اي مزبوط، ماما كثير شاطره، ومش بس هيك، رقص ماما هز الوطن العربي هز. رقص امك هز الوطن العربي هز، ممتاز، اكلك نادر. بدون ما احكي يا جماعه، زي ما انتم شايفين، خلينا نبلش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقائي؟ معاكم بدر 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 بدر. كيف حالكم يا جماعة؟ شو أخباركم؟ والله بشتاق لكم جدا يا جماعة. اليوم يا أصدقائي راح نحكي عن الرقص. نعم يا جماعة، اليوم راح نحكي عن الرقص، ولكن مش أي رقص، راح نحكي عن الأمهات اللي ولادهم بخلوهم يطلعوا على التيك توك ويرقصوا عشان يجيبوا مشاهدات. زي ما أنتم سامعين حاليا في ترند كتير كبير، في ناس قاعدين بيستغلوا الموضوع بشكل وسخ جدا، انه بيجيبوا امهم بخلوهم يرقصوا عشان يجيبوا مشاهدات، ومشاهدات مش قليله ابدا. يعني هذول التيك توكيات نزلوا في اخر اسبوع عن هذا الموضوع، وشوفوا كم مشاهده، 15 مليون، 16 مليون، 18 مليون، كل هذول الفيديوهات اولاد قاعدين بيجيبوا امهاتهم وبخلوهم يرقصوا عشان يجيبوا مشاهدات على التيك توك. نعم يا جماعه، الموضوع بيجيب مشاهدات بشكل مش طبيعي، ولكن الموضوع فيه استغلال وسخ جدا وبطريقه مش طبيعيه. بفيديو اليوم راح نحكي عن هذه الفيديوهات اللي قاعده بتنتشر كثير على التيك توك، ونحكي قديش شيء سيء جدا جدا جدا. بس قبل ما نبلش ونحكي عن الموضوع، في عندي اعلان مهم جدا. اليوم يا اصدقائي راح احكي لكم عن منصه بينومو، نسبه الربح فيها عاليه جدا، ممكن توصل لحد 90%. كل اللي عليك تعمله انك تتوقع سعر السهم اذا كان راح يزيد او راح ينقص، اذا كان توقعك صحيح راح تربح. بس الموضوع مش لعبه ابدا، لازم تكون فاهم ودارس الموضوع قبل ما تتوقع. والبرنامج يا اصدقائي بينزل على جوجل بلاي وعلى اب ستور، اذا بينزل على الايفون وعلى الاندرويد. اذا نزلتوا هذا الابلكيشن من الرابط الموجود في الديسكربشن، راح تاخذوا 1000 دولار لحساب تجريبي عشان تجربوا فيه الابلكيشن، تستخدموا 1000 دولار من مصاري البرنامج وجربوا البرنامج فيهم. وبرضه يا اصدقائي جبت لكم كود بضاعف الفلوس راح تحطوها في البرنامج، يعني اذا حابين تستخدموا 10 دولار في هذا البرنامج، اذا استخدمتوا الكود الموجود في الديسكربشن راح يصيروا 20، اذا حطيتوا في البرنامج 20 دولار راح يصيروا 40، اذا حطيتوا 40 دولار راح يصيروا 80، يعني بضاعف اي مبلغ بتدخلوه على البرنامج. خلينا هلا اجرب البرنامج معاكم، راح احط في البرنامج 300 دولار واتوقع انه سعر السهم راح يزيد، لا يكسر مفتوح صفقه لمده دقيقه، خلينا نشوف. حاليا زي ما انتم شايفين 300 دولار صاروا 549 دولار، يعني ربحت ربح بنسبه 83%. فاذا حابين تجربوا هذا الابلكيشن راح تلاقوا الرابط في الديسكربشن، وبرضه ما تنسوا كود الخصم عشان يضاعف لكم الفلوس. خلينا هلا نرجع للفيديو. خلينا نبلش نحكي بالموضوع مع بعض. الموضوع بلش بتيك توك، انتشرت بشكل كثير 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 كبير، وصلت مشاهداتها ل 15 مليون مشاهده، اللي هي تيك توك لولد صغير بيحكي عن امه وبيحكي قديش امه شاطره بالرقص. اذا حابين تيجوا تتفرجوا على امي خليني اورجيكم الفيديو. ما شاء الله رقص امك بجنن، شفتوا على اللايف. ايه يا جماعه، ماما اصلا هي دربت رقص. اي يا جماعه، امي مدربه رقص مش رقاصه، هي مدربه رقص. لو سمحت في فرق، في فرق كثير كبير. لو سمحت امه مدربه رقص، في فرق، خليكم متذكرين لانه في فرق كثير كبير. وعندها حركات كثير حلوه بالراس، وعندها حركات عندها حركات حلوه بتجنن كثير، زي هاي الحركات مثلا. شو بتعملي؟ شو بتعملي؟ اللي بده يشوف رقص ماما يفوت على اللايف، بدنا نرقص الرقصات سوا، يلا. يا جماعة اللي بده يشوف رقص ماما يجي يتفرج على اللايف. واو، حكي راح يكون موجه للأم المشطوبة. أستاذة يعني أنت مبسوطة إنك تخلي ابنك يجي يحكي للناس المتابعين إذا حابين تيجوا تتفرجوا على رقص ماما تفرجوا على اللايف؟ يعني مبسوطة على حالك وأنت بتعملي هيك وابنك بيحكي هذا الحكي؟ الظاهر انك مبسوطه كثير، بس يعني عجبني التدقيق انه حكيت له لا تحكي لنا رقاصه، لو سمحت ما تحكي لنا رقاصه، بكي لهم انا مدربه رقص. قلت له تعال اتفرج علي كلكم عادي وانا بتبرص عادي، ما عنديش مشكله يعني، واللي هو الشغل الطبيعي اللي بيعملوه الرقاصات يعني، بس مش رقاصه، مش رقاصه، مدربه رقص محترمه. فزي ما انتم شايفين يا جماعه، هذا الفيديو وصل 15 مليون مشاهده وانتشر بشكل كثير كبير، فبلشوا ناس يعني يستغلوا هذا الموضوع ويستغلوا امهاتهم وبرضه يجيبوا مشاهدات، زي مثلا هذا الشاب. ما شاء الله رقص امك بجنن. اي مزبوط، ماما اصلا هي بتدرب رقص وعندها حركات خطيره. يا حبيبي يا عمو.
انا عندي مشكله واحده يعني والله انا خايف انه يكون في اهانه بالموضوع، بس انتم بتجيبوا اهانه لحالكم. والله هاي اهانه انتم لحالكم، انا ما راح احكي شيء غلط، انا راح احاول اني ابدا ما احكي شيء غلط. ولكن يا صديقي العزيز، يعني امك ما شاء الله يعني كبيره في العمر، يعني احنا بنحكي لها بالاردن حجي انه عشان احتراما للشخص الكبير، فخلي امك هاي تطلع ترقص على التيك توك. واكيد ما حدا بيعرف يرقص مثل ماما، اللي حابب يشوف الرقصات ايش بدك حجي مشان الله ربي ابنك. حتى انا والله حاسس الحجي اقسم بالله مش فاهم شو قاعد بصير ولا شو بتحكي. طول الفيديو قاعده بتعمل حركات والله ما حدا فاهمها، وبحكي انه امه عندها حركات خطيره وهي بتعمل حركات مش مفهومه اصلا بالفيديو. يا حبيبي يا أستاذي يا محترم، أنا حاب أحكي لك شغلة، يعني على الأقل بالفيديو الأول الحق كان كامل بالنسبة لي على الأم، لأنه اللي كان بيحكي كان ابنها وطفل صغير، يعني ما كان فاهم شو اللي قاعد بيحكيه بالضبط. حضرتك شاب ما شاء الله عليك، يعني ما عندك أي تفكير أو إنه هاي أمك عشان تطلعها على اللايفات ترقص يعني، ولا عندك أي ذرة تفكير إنه حاسس الموضوع هذا غلط كثير كبير؟ ما عندك أبداً صح؟ أنا واثق إنه ما عندك، لأنه رجع هذا الموضوع مرتين وثلاث وأربع. شوف شوف، أمك كثير شاطرة بالرقص على اللايف. اي مزبوط، ماما كتير شاطرة، ومش بس هيك رأس ماما هز الوطن العربي هز. يا جماعة رأس ماما هز الوطن العربي هز. وحاليا ماما عم تتدرب على خطوات رقص تنعرض على اللايف، كلكم فوتوا لعنا على اللايف وشوفوا رأس ماما. ايش ايش ايش، امك قاعدة بتتدرب على خطوات رقص عشان تعرضهم على اللايف؟ اللي هم هدول الخطوات اللي قاعدين بيصيروا ورا؟ هو اوكي اوكي، يلا يلا. ايش يا بابا ايش حجي؟ انا اسف كثير، بس ابنك قاعد بيعمل لك مخوت، والله ابنك قاعد بيعمل فيكي اشي غلط كثير كبير حجي، بالله عليكي اضرب ابنك. يعني زي هذا الفيديو اللي شفتوه كان جايب 18 مليون، والفيديو اللي قبله كان جايب 16 مليون، الموضوع ما وقف معاه كمان هون، صار هو يرقص وبرضه جاب فيه 16 مليون. شوفوا هذا الفيديو، الولد طلع يرقص شرقي باللايف. ايه مزبوط، انا برقص شرقي ورقصي احلى من البنات بكتير، واللي مش مصدق يفوت يشوف اللايف تبعنا. رقصك احلى من البنات بمئة مرة؟ انا مش مصدق، خلينا نفوت نشوف رقصه ماما. وانا بفتخر فيك. وماما فخورة فيي. اذا انت فخورة فيه مبروك عليك المصيبة اللي عندك والله. الله يزيد فخرك فيه كمان وكمان ونشوفه بأعلى المرائس. شو بدي أحكي لك؟ مشكلة بعد كل هذيني صار نفسي أعرف رأسكم، جد صار نفسي أني أعرف نشوف رأسكم. خلينا نشوف رأسهم اللي بيحكوا عنه أروع رأس بالعالم. 1 2 3 4 دوم تك تك دوم تك دوم تك تك دوم تك. يلا معي 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 انت اثنين معي، يلا انت اثنين معي معي. ماما مدربة رقص، يلا معانا معانا معانا. ايش في يا جماعه؟ ايش في؟ ايش عم بصير يا جماعه؟ جد انا بالنسبه لي التيك توك فيه كثير 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 اشي غلط، كثير اشي غلط. يعني مثلا الفيديو اللي ورجيتكم اياه في البدايه اللي هو الولد الصغير وقاعد بحكي للناس تعالوا شوفوا رأس امي، لي مدربه رأس وليست رقاصه، هذا الفيديو كان جايب 15 مليون مشاهده، يعني 100% في حدا من المدرسه اللي الولد الصغير اللي بروح عليها شاف هذا الفيديو. فهل بتتوقعوا هذا الولد لما يجي ولد صغير ثاني ويجي يحكي له والله شفت رأس امك ما شاء الله عليك، رأس امك؟ بس هي مدربه رأس مش رقاصة صح؟ ايش بتتخيلوا؟ ايش بتتخيلوا يصير فيه الولد؟ اكيد راح تعرض لتنمر كثير كبير بالمدرسة اللي هو فيها، فالغلط الاساسي والكبير على الاخت اللي قاعدة ورا هاي الاستاذة اللي قاعدة بترقص. يا استاذة يعني ما حسبتي هذا الحساب انت؟ صح، يعني ما راح يكون عندك مشكلة لانه انت مدربة رقص ومش رقاصة. لا اذا هيك اوكي اذا هيك. والفيديوهات الثانية تعون الشاب هذا يعني هو برقص هو وامه، يعني انت خالص على الاخر، امك انا حاسة والله ما هي فاهمة انت شو قاعد بتعمل، كلها تعالي اعملي هيك ومش فاهم شو انت قاعد بتعمل. طيب يا عمو والله عيب عليك، والله عيب عليك، احتراما لامك جد عيب. بس يا جماعة هذا كان موضوع الفيديو تاعنا اليوم، صراحة موضوع مستفز وانا طلعت حكيت عنه لانه مش حاب انه يكبر اكثر من هيك. طيب يا جماعة انا لهون راح اكون نهاية الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم. اذا انت جديد اول مرة تشوفني وعجبك الفيديو اشترك يا صديقي، لانه مش ضال الا نتف صغير ورح نوصل نص مليون، اخر مقاعد قبل النص مليون مش ضال اشي. واذا مش عاملين فولو انستغرام اذا لعبوا تعليق اعملوا فولو انستغرام، وابعثوا لي شو حابين اعمل بالفيديو الجاي، وما تنسوا تفجروا هذا الفيديو لايكات، وانا ان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي، سلام.